Sergio Colombo, les difficultés, l'âge. L'âge, elle est montée. Voilà. Sinon, ça va. En forme. ثالث ولا الرابع، ولكن عدد ذلك اجمالا كان ماراثون جد جد ايجابي وسعيد جدا باسمي وباسم المجموعه باش نعبر عن وفي نفس الوقت باش نشارك، واكيد اكيد ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا على نصف الماراثون. وشكرا جديدا انا، ونتمنى لكم التوفيق على هذه التغطيه اللي درتها لهذا نصف الماراثون وعلى اتاحه الفرصه لنا للتعبير عن هذه السعاده هذه. وشكرا. كنظن بان سباق هائل، يعني من ناحيه الباركور ديالو فيش داك الحال بزاف، ما فيش داك الظروف مواتيه، لا من ناحيه رافيتايمون، من ناحيه التنظيم، يعني بجميع المقاييس كيبقى واحد السباق هائل صراحه. السميه الكليه اللي جاتنا ضربنا في الطريق، كان شويه الجو مبرد مزيان، ولكن كانت صعوبه في الطرق، محنتنا شويه والحمد لله صبرنا وكملنا وحاولنا نكملوا بفضل المثابره والجهد اللي بذلناه الحمد لله وصلنا. صادق نعم. اسم كمال ابو الصبا، اول مشاركه ليا في الماراثون، كنت شامل فريق الدفاع حسن الجديدي، الحمد لله كانت منافسه جد قويه مع اعداء محترفين من داخل المباراه، الحمد لله كانت تجربه جد رائعه في الحياه ديالي، خديت تقريبا كنت مرتبه 30 تقريبا، الحمد لله كان ماراثون جد قوي، بالنسبه لي اول مشاركه هي مرتبه جد مشتركه الحمد لله. اليوم داز العام زوين، واخا كان شويه ناقص من الماء، داز زوين، كوغير بور لو بليزير توجور. انا سميتني فاطمة زهراء بنت علي، كنسكن في مدينة خميسات، والسباق الحقيقة جد رائع زوين كل بلا، يعني ما فيش ضغوط ولا شي حاجة، هي واخا شوية مخنوق مع البحر وهذا، مي ماشي مشكل، الحمد لله كملت بريزلطة زوينة، كرونو زوين، وحاولت نحسن الكرونو ديالي على السباقات اللي فاتوا، ماشي بروميير فوا لعبتو، مي ديجا صافي لوطو لعبتو في 2013 و 2014 ودابا 2015. كبرت مبارك العام، شاركت في هذا الماراثون جديدة، والعام عام هذا هو اللي شاركت أنا فيه الماراثون ديال العام الأول. بالنسبة العام المشاركة مزيان، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي إيمان فاضل، عمري 13 عام، عانيت اليوم بزاف من الصعوبات اللي خلوني توعدت في رجلي، نظرا لواحد السباق اللي كنت درتو في مدينة الرباط، هو نفس تورحان، نفس المسافة، عانيت بالركبة ديالي كضرني، عانيت بزاف، والحمد لله واخا هكاك دخلت ومرتبة مشرفة. الحمد لله، والحاجه اللي معجباتنيش في هذا السباق هي دخلت انا نورمالمون بنت جديده، خاصني انا اللي نطلع البوديوم، وانا اللي من 30 خصني، يعني انا نطلع البوديوم مع 30، طلعوه بنت اخرى في بلاصتي، بنتي ديال النور، هذه الحاجه اللي ما عجبتنيش. هذه السميه ديالها بنت ديال النور كنفضل من نجبدوش السميات، ما عرفتش انا علاش هذا الاهمال كامل، من مو هذه حاجه كضر في الخاطر وما كتخليش الواحد انه يزيد القدام، يعني ان السباق ما عندوش مصداقيه، ما عندوش مصداقيه 100% صح. كنتمنى منهم يديروا واحد المجهود على الاقل، يعاونوا لي زاتليت الكفؤين باش حنا يعطيونا واحد الفرصه اننا نبانوا
ونقدموا حتى حنا للمغرب ان شاء الله شي حاجه اللي مزيانه. Thank you.